البداية أو النشأة كانت في النادي الأهلي بسبب كابتن شطة. بالظبط صح. قولينا بقى ايه اللي حصل. انت جايبه معلومات صح. يعني انا كنت الاول بلعب في نادي مركز شباب الجزيره, فلعبنا ماتش ودي قصاد نادي الاهلي قصاد فريق كابتن شطه, كان ساعتها الجيل هاني سعيد واشرف ابو زيد كان ساعتها في الفرقه ديت. فلعبنا الماتش وتعادلنا 2-2 وعملت وانا اللي جبت الجونين وعملت مباراه كويسه. فكابتن شطه قال لي عايز تروح تلعب في الاهلي؟ قلت له اه يا ريت وانا بتمنى ومش عارف ايه. فراح بعديه على طول رحت دوره تانية في اسماعيليه, كان ساعتها بيعملوا دورات مراكز الشباب وكده. دلوقتي الحاجات دي مش موجوده في مصر, ودي حاجه برضو حاجه مزعله الواحد. اه طبعا يعني المراكز الشباب كان مفروض دايما كانوا بيعملوا في انديه في الملاعب, يجيبوا المراكز الشباب كلها ويجمعوا الفرق ويلعبوا دوره. فروحت اسماعيليه ساعتها عاملين لنا معسكر والوجبات ثلاث وجبات ولعبنا هناك, والحمد لله لعبنا النهائي وخدنا البطوله ديت. فنادي الاسماعيلي كان عايزني في الفتره ديت, فهو يعني المدرب راح قال لهم لا صعب ان حسن يروح لان هو خلاص هيمضي في النادي الاهلي. فروحت الاسماعيلي واهلي يعني وانا صغير. لا يعني وانا صغير لان كان حظي لعبت ماتش قدام النادي الاهلي ولعبت بطوله او دوره وديه كده مع النادي الاهلي, بس كان ساعتها كنت انا متواجد في نادي مركز شباب الجزيره, مش نادي مركز شباب الجزيره. بس يعني مركز شباب الجزيره هو اللي كان بياخدكم المعسكر وهو اللي كان بيتكفل بكل ده؟ لا. ولا مين بقى؟ يعني زي مثلا محافظه اسماعيليه يعني كانت بقى هي المتكفله, هي يعني جايبين مركز شباب من القاهره من الاسيوطي من اسيوط من بحري من كل المراكز كانوا بيجيبوا فرقه وتيجي تلعب. يعني المحافظه هي اللي كانت مهتمه بالنشاط الرياضي ده. بالظبط. وده احنا مفتقدينه دلوقتي. انا عايز افتكر بس المحافظ كان بتاع اسماعيليه في الفتره ديت كان بيحب الرياضه قوي, بس انا هو واقع اسمه مني دلوقتي يا رب. بس ممكن ده يكون ليه سبب ان هو كان مهتم في الفتره دي بالرياضه. بالظبط كان مهتم جدا, وكانت هي دي من الاسباب ان بيخلي لان الرياضه كويسه. خلي بالك يعني احنا لما نيجي نبص بتبعدك عن حاجات كتيره او بتبعد الشباب كتيره او عن حاجات كتيره عن تفكير, بتنمي الجسم, بتخليكي تفكري احسن. الرياضه بتخليكي تفكري احسن يعني.